على كل الأمور وجلبها الشفقة الذاتية أو الاستياء بدلا من ذلك. هذا منا وهي في آن نرى مريم أم الله يذكرنا بهذا، الله قريب من البشرية. هنا نناقش مواضيع، مثلا ناخذ آية من الإنجيل ونناقشها، وكل من ينطي الفكرة مالته، أو مرات ناخذ رسالة البابا ونناقشها. هي كلها بها فوائد لنا، حتى أنا أنت عندك فكرة وهي عندها فكرة، أنا استفاد من فكرتكم. الروح يجمع يبدو أن المسيح بالجسد المسيح قد لبستم هاليلويا. المجموعة ممتازة يعني، ومتعاونة ومتفاهمة ومع بعضنا. إحنا مجموعة بالرغم إنهم ستات، بيظلوا ستات هيك، بس لا، في تعاون من الستات. بعيد الميلاد أو العيد الكبير نستدعي كاهن، بنعمل اعترافات، بنعمل قداس إلهي، وكل الستات بيعترفوا وبيصلوا، وفي انسجام بين الستات اجتماعيا وروحيا وثقافيا. طبعاً حسب يعني اكو شيء يلزمهم لحد ما وصلوا الشاطئ، يعني كل الجانوية هم ماتوا، بس ضال الفقراء فإن لهم الملكوت، ربي كل بنات ضال الفقراء. مليئة بالثلج كان الله يحب المسيح. هلا في ثلج. شكرا. نحن كفريق رسولي في عندنا نشاطات معينة، مثلا بنروح زيارات للمرضى، بنساعدهم، مرات نروح دار أيتام، دار عجزة، مسنين، يعني نزورهم دائما، ندعمهم بالبسمة، برسم الفرح لهم. تهجرنا من العراق يعني، وجينا على الأردن، صارنا بالأردن 4 سنين، قدمنا هجرة على أستراليا 3 مرات بس جالنا رفض، ما عندنا غير حل يعني إنه نرجع على بلدنا، ماكو أمان، ماكو حرية على مود نرجع، ماكو معيشة، يعني على شنو بدنا نرجع؟ في مخيمات تبع البعثة البابوية يشاركون بها أكثر من 300 طفل عراقي مهجر، فتعلمنا منهم إنه العطاء مجاني حلو، العطاء بلا مقابل، تعلمنا منهم شلون يعني نحب بعضنا البعض، شلون واحد يساعد الله ونكون دائما ايد وحده. نروح دغري هيك ازت حالي واجي اقول له، ما بتزيد المشكله بزياده ساعتها. حكولي وكتير كثير مبسوطه منهم، بس ولا واحد اجى حكي ليش؟ طب كيف عشتوا لغايه هلا؟ يعني